بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا النهاردة عن المشتقات العليا للدالة. يعني ايه مشتقة عليا؟ انا عارف ان لو عندي صاد بتساوي سين تربيع زائد تلاتة سين زائد خمسة، فاقدر اقول ان دال صاد على دال سين تساوي اتنين سين زائد تلاتة. طيب 2 س زائد 3 دي اقدر اجيب لها مشتقه؟ اقدر اجيب لها مشتقه، وفي الحاله دي بسميها د 2 ص على د س 2 هتساوي 2. ولو كانت الداله الناتجه ايضا عن الاشتقاق قابله للاشتقاق، فاقدر اشتقها تاني وثالث ورابع وهكذا. يعني لو عندي ص بتساوي س أس 4 زائد 5 س أس 3 زائد 2 س زائد 7، فأنا أقدر أقول إن د ص على د س هتساوي 4 س أس 3 زائد 3 في 5 15 س تربيع زائد 2. وأقدر أقول إن د 2 ص على د س 2 هتساوي 3 في 4 ب 12 س أس 2 زائد 2 في 15 ب 30 س زائد 0. وأقدر أقول إن د 3 ص على د س 3 هتساوي 2 في 12 ب 24 س زائد 30 س ب 30. أقدر أقول كمان إن د 4 ص على د س 4 هتساوي 24، ود 5 ص على د س 5 هتساوي كام؟ 0. هناخد مثال يوضح الصورة. ص بتساوي س زائد 1 على س ناقص 1. عايزين المشتقة الثانية للدالة دي. احنا عندنا المشتقة الأولى د س د ص على د س هتساوي المقام تربيع س ناقص 1 تربيع. المقام في مشتقة البسط، مشتقة البسط كام؟ 1 ناقص البسط في مشتقة المقام 1، يبقى الكلام ده هيساوي س ناقص 1 ناقص س ناقص 1 على س ناقص 1 الكل تربيع، يعني هيساوي ناقص 2 على س ناقص 1 الكل تربيع. طيب لو انا عايز اجيب د 2 ص على د س 2، بنفس الطريقه هقول ان انا عندي هنا ناقص 2، واعتبر ان ال س ناقص 1 اللي تربيع دي س اس ناقص 2، وانا عايز اجيب مشتقه الداله دي. يبقى الكلام ده هيساوي ناقص 2 في ناقص 2 س ناقص 1 أس ناقص 3 في مشتقة ما بداخل القوس 1، يعني الكلام ده هيساوي ناقص في ناقص بزائد 4 س ناقص 1 أس ناقص 3، يعني هيساوي 4 على س ناقص 1 أس 3. ناخد مثال كمان بيقولي لو س بتساوي 2 نون أس 3 ناقص 5 وص تساوي 6 نون تربيع زائد 1،
عايز دال اتنين صاد على دال سين اتنين لما نون تساوي واحد. انا عندي ديت معادلات بارامترية، سين بدلالة نون وصاد بدلالة نون، يبقى معنى كده ان انا اجيب دال سين على دال نون هتساوي تلاتة في اتنين ستة نون تربيع، ودال صاد على دال نون هتساوي اتنين في ستة باتناشر نون. طيب يبقى انا بعد كده عايز ايه؟ دال صاد على دال سين هتساوي دال صاد على دال نون على دال سين على دال نون هتساوي دال صاد على دال سين اتناشر نون، دال سين على دين على دال نون ستة نون تربيع. يعني الكلام ده هيساوي اتناشر على ستة فيها الاتنين نون على نون تربيع، يا إما نون تحت يا إما نون أس ناقص واحد. عايز أجيب بقى دال اتنين صاد على دال سين اتنين، دي هتساوي دال على دال سين اتنين اتنين نون أس ناقص واحد، دي هتساوي اتنين نون أس ناقص واحد. أنا عايز أشتقها بالنسبة لسين، يبقى معنى كده إن مشتقة اللي جوه اتنين الثابت ناقص واحد هتنزل ناقص واحد في نون أس ناقص اتنين في دال نون على دال سين هيساوي ناقص اتنين نون أس ناقص اتنين في دال نون على دال سين. أنا عندي دال سين على دال نون بستة نون تربيع، إذن دال نون على دال سين واحد على ستة نون تربيع، يبقى الكلام ده هيساوي ناقص اتنين نون أس ناقص اتنين في واحد على ستة نون تربيع. يعني الكلام ده هيساوي ناقص اتنين الاتنين مع ستة يبقى ناقص واحد على تلاتة النون هتنزل تحت نون أس أربعة. طيب هو عايز الكلام ده عند كام؟ عند نون بتساوي واحد، يبقى لو عوضت بنون بتساوي واحد هيساوي ناقص واحد على تلاتة في واحد، يعني هيساوي ناقص واحد على تلاتة.